زي مارسيل كولر وقف عند التحكيم، احنا كمان هنقف عند التحكيم، لان احنا مش هنسيب حق النادي الاهلي طبعا. ولا هنحط راسنا في الرمل ولا هنخاف ونقول لا ما احنا كنا المفترض نعمل افضل من كده، لان الحقيقه التحكيم الافريقي شكله هيكون معانا مشوار صعب جدا، والسنه دي تحديدا فهيكون معانا خبيرنا التحكيمي طبعا الكابتن نصر عباس. يا مساء الفل يا كابتن نصر. تحياتي لك اسامه، وتحياتي الفارس، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتنا ليك يا كابتن. تحياتنا ليك كابتن. يعني قبل ما نروح يا كابتن للحالات التحكيميه واشارها اللي توقف عندها مارسيل كولر، انا عايز اروح لحاله الحكم نفسه واختيار الحكم، وهل الحكم كان اختيار مناسب من قبل الكاف؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، خلينا اكلمك انا عن انطباع متفرج عادي. متفرج عادي بيشوف في اول ست دقائق او في اول خمس دقائق لعيب من النادي الاهلي اسمه رضا سليم كان في تسلل وفي اعاقه او خبطه او ما شابه داخل منطقه الجزاء، واذا بالحكم بيتعامل معاه بمنتهى الشراسه وبمنتهى القوه وبمنتهى الانفعال. هل ده ممكن يؤثر يا كابتن على لاعبي اي فريق اهلي او غيره ان هو يستشعر ان الحكم متحفز ضده من بدايه المباراه؟ اسامه انا بحييك جدا جدا والله، مش مجامله ليك ولا حاجه، ولكن انا بقول لك نفس احساسك اللي انت بتتكلم فيه دوت يا اسامه. انا من اول خمس دقايق انا حسيته امبارح من الحكم. الحكم امبارح اداني انطباع، ويمكن انا مقيم في الاتحاد الافريقي وشفت حكام كتير، ما شفتش اللي حصل امبارح من الحكم برضه. حكم مباراه من اول خمس دقايق اداني احساس ان هو ما عندوش اداره تحكيميه، نتيجه ان هو عصبي جدا مش مستحمل يتكلم اي لاعب معاه، وده مخالف تماما. يعني ان بيتكلم على الماده 5 سلطه الحكم، المفروض تدار المباراه بحكم يقدر يدير المباراه. يا كابتن اسامه امبارح شفنا العصبيه، شفنا حاجات من ضمنها الصوت العالي، وده المفروض انت كحكم يكون عندك ثبات انفعالي، ان توتر الحكم انعكس على توتر اللاعبين. يا كابتن اسامه يا كابتن فارس، انا النهارده مفترض للمباراه تبقى عاليه عليا او كبيره عليا او اكبر من حجمي، انا النهارده مفترض كحكم يعني اخفض رتم المباراه مش اعلي رتم المباراه. شفنا امبارح الحكم بالعصبيه بالتوتر، زي ما قلت لك خبراته قليله جدا جدا جدا، هو الراجل عاوز يعمل حاجه يثبت للاتحاد الافريقي ان كنتوا يعني كنت عندكم حق في ان كنتوا تعينوني. للاسف كل هذا الكلام جاب نتيجه عكسيه في اداء الحكم. انا هتكلم في نقطه مهمه جدا يا فارس. اتفضل. البعض يتكلم على اداء لاعبي النادي الاهلي، من فضلك لو سمحت نفصل تماما عن اداء لاعبي الاهلي، لان هنا في متخصصين بيتكلموا في الناحيه دي، ولكن خلينا نتكلم في الاداء التحكيمي اللي احنا بنقيم بيه الحكم. ما تقوليش ان الاداء بتاع لعيب الاهلي يعني كان يعني مش كويس وذلك التحكيم يعني ما كانش مؤثر. لا، التحكيم يا كابتن اسامه يا كابتن فارس كان مؤثر بدرجه 100%. صحيح. وعشان كده هقول لك هو ليه الحكم بيتعين له مقيم للمباراه او مراقب للمباراه. بيبقى المقيم ده بيراقب الحكم وبيقيمه عن كل حاجه، عن الشخصيه وعن التحركات وعن القرارات الفنيه والاداريه. هنا بنتكلم عن التحكيم، خلينا نفصل يا جماعه ما بين الحكم والاداره اللي حصلت امبارح. صحيح. هتكلم في جزئيه وانا بحيي فيها مارسيل كولر اللي هو اتكلم على اول مره يشوف ركله جزاء بيدي فيها الحكم بتاعه. والله يا كابتن اسامه انا امبارح قلت الكلام ده، ما كنت اعرف ان مستر مارسيل هيقول الكلمه دي، ما كنتش اعرف، ولكن انا كمقيم وكمحاضر دايما بنقول للحكام من فضلك لما يكون في ركله جزاء الافضل انك انت تحسب ركله الجزاء وما تديش اتاحه الفرصه. لان ركله الجزاء بالنسبه للاعب تقريبا نسبه 95 ممكن يسجل منها هدف. ما تنجمش تسيب اللاعب يتواصل وبعدين ما تحسبش المخالفه. مبدا احنا بنستعرض على الشاشه يا كابتن وانت حضرتك بتتكلم مبدا اتاحه الفرصه نفسه. ممكن حضرتك كابتن يا كابتن فارس يا كابتن اسامه، احنا النهارده بنتكلم بالقانون والله عشان نعرف البعض اللي طلع قال ان الحكم ما عندوش اخطاء وان الحكم كذا وكذا. هنا الماده 5 من قانون القدم بتتكلم على سلطات وواجبات الحكم، من ضمنها ماده اتاحه الفرصه. بتقول ايه يا كابتن اسامه يا كابتن فارس؟ السماح بمواصله اللعب عند حدوث مخالفه، يعني لو في مخالفه انت كحكم اسمح باستمرار اللعب. وبعدين لو الفريق ما استفادش، الفريق اللي هو الغير مخطئ اللي هو النادي الاهلي في لعبه امبارح اللي هي لعبه كهرباء بالظبط، ما استفادش من اتاحه الفرصه ديت، بترجع تاني بعدم الاستفاده في لحظتها او في غضون بضع ثواني. يعني ايه؟ في نفس اللعبه كهرباء اتعملت معاها مخالفه، انت اديت ادفانش او اديت اتاحه الفرصه
لرضا سليم في نفس اللعبه دي، رضا سليم ما استفادش من الفرصه اللي انت اديتها. طبقا للقانون ترجع تحتسب المخالفه الاصليه وهي ركله الجزاء، للاسف هو ما حسبش، وللاسف الفار ما جابوش يا كابتن اسامه خطا مؤثر في نتيجه المباراه، والنتيجه كانت 0-0 في الدقيقه 16. محدش يقول لي، محدش يقول لي ابدا ان اخطاء التحكيم امبارح ما اثرتش، لا تفرق كتير جدا لما النادي الاهلي النهارده تحسب له ركله جزاء بنسبه 99% هتبقى هدف 1-0 يفرق مع لاعب نادي الاهلي معنويا، ويقدروا ان هم من خلال الهدف يبقى عندهم. هي كابتن ناصر كانت هتغير اصلا طريقه اللعب والامور الفنيه داخل الملعب، ولكن حضرتك برضو في حته كان اسامه بيسال فيها وحابين برضو نرجع لها، وهي اليه الاختيار، لان مهمه جدا. احنا عندنا الحكم الجابوني عنده في دوري الابطال اللي هي المسابقه اللي هي بتاعت صفوه الفرق في افريقيا واللي تبدا تحط الحكم في اختبارات قويه فيها، عنده 3 مباريات السنه اللي فاتت، واحده في الادوار التمهيديه واثنين في الجروب ستيج او اللي هي يعني ادوار المجموعات، مباراتين بس في دور المجموعات، ما فيش في الادوار الاقصائيه، يعني متخيل دور الثمانيه كله الراجل مش موجود، نصف النهائي مش موجود، واكيد النهائي مش موجود. حكم زي ده ما دارش ادوار اقصائيه اطلاقا في دوري الابطال السنه اللي فاتت، بروح جايبه لمباراه ببطوله. حضرتك عايزين نتكلم ايه هي اليه الاختيار في الاتحاد الافريقي، وهل انت اصلا شايف ده منطقي؟ كابتن فارس سؤال مهم جدا. على فكره انا المعلومه اللي عندي ما كانش هذا الحكم اللي هيدير المباراه، يعني ما كانش هذا الحكم اللي كان هيدير المباراه، ولكن الحكم ده خد المباراه دعم ومسانده ليه، لان هو رايح كاس عالم الشباب. خلي بالك المباراه اكبر من اداء الحكم طبعا. حكم ملوش خبرات، ما عندوش اي يعني سي في بالنسبه للمباراه، زي ما حضرتك قلت كده ما شفنالوش اي مباراه ادارها قبل كده، مباراه اللي هي الكبيره الصعبه، وبالتالي زي ما قلت اختيار الحكم للمباراه كان اختيار مش مناسب يا كابتن اسامه، مش مناسب تماما. هذه المباراه المباراه الكبيره اللي تحتاج الحكم اللي هو عنده قدره فنيه وعنده شخصيه تحكيميه وعنده اداره تحكيميه. هو امبارح زي ما قلت لك شخصيته القليله قوي حاول يعوضها بان هو يزعق ويطلع كروت ويشوح للاعبين، ما عندوش ثبات انفعالي، كان متوتر، ده نتيجه الشخصيه اللي ما كانتش موجوده، نتيجه ان هو ما عندوش اداره تحكيميه جيده. الاختيار هنا كان سبب كبير جدا يا كابتن اسامه يا كابتن فارس، زي ما حضرتك قلت ان هذا الحكم اختياره في هذه المباراه اختيار كان يعني مش مناسب في هذه المباراه. كابتن ناصر يعني الحكم اختياره غير مناسب، وواضح من كلام حضرتك ان لا يمتلك الشخصيه، هل بعض الحكام في الوقت اللي زي ده عشان تثبت انها عندها شخصيه بتروح للفريق البطل، بطل القاره اللي هو كبير القاره اللي هو النادي الاهلي ولاعبيه نجوم معروفين في كل قاره افريقيا، فيبدا يتعامل معاهم معامله خاصه من العصبيه والنرفزه عشان يثبت ان هو عنده شخصيه؟ لان الحقيقه احنا شفنا الكلام ده على المقابل مع فريق اتحاد العاصمه الجزائري مش بنفس الحده، لدرجه ان في نقطه انا عايز برضه اقف عندها قانونيا انا كابتن ناصر وانت معانا، ان في ركله جزاء نتيجه دفع الكهرباء اللي حصل عليها مراجعه من تقنيه الفيديو، وقتها الحكم انتظر قرار تقنيه الفيديو ان هي مش ركله جزاء ثم منح كهرباء انذار سيميليشن. ما هو لو سيميليشن انت ما كنتش انتظرت ان انت تشوف ان القصه فيها مراجعه تقنيه فيديو، وانس في تقنيه فيديو بتراجع اذا في اشتباه في حاله ركله جزاء، اذا بعدنا خالص عن حاله السيميليشن. فبرضو عايزين نشوف حضرتك رايك في القصه دي، هل هو عايز يثبت شخصيته على حساب نجوم النادي الاهلي؟ للمره الثانيه بحييك يا اسامه وبحيي فارس. كابتن نادي الاهلي نادي كبير، نادي القرن، نادي اي حكم يحلم ان هو يلعب، ومش مجامله، انا كنت حكم على فكره دولي وكنت مقيم وكنت في الاتحاد الافريقي. نادي الاهلي حلم اي حكم يدير لي مباراه، لان هو من خلال النادي الاهلي بيتعرف للناس وبيتعرف للجماهير. زي ما حضرتك قلت كده حكم بيحاول يعمل حاجه واحده بس، ان هو ازاي يثبت للناس ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي انا قادر ان انا استغل سلطتي التحكيميه في ان انا يعني اجهد المحاولات او ان انا اكون اقوى منهم، وده مخالف تماما للتحكيم ومخالف تماما للقانون يا اسامه. زي ما قلت نتيجه عدم الخبره الراجل متخيل او متهيأ ليه ان انت لما تتعامل بهذا الشكل والاسلوب. طب انا هقول لك على مفاجاه يا اسامه يا فارس. اتفضل. حاله من ضمن الحالات لاعب نادي اتحاد العاصمه كان مع محمد عبد المنعم، ارتقى فوق واستخدم الكوع في مخالفه صارحه وواضحه جدا، كان على بعد يارضتين من الحكم وهو على بعد يارضتين. شوف بقى التعامل والتعامل جه ازاي. انت اي لاعب نادي الاهلي بيجي لك بتتعامل معاه بحده،
وبتتعامل معاه بالكروت. تعال شوف هذه مخالفة تستحق البطاقة الصفراء للتهور استخدام الكوع، وواضحة جدا وألف به للحكم الدرجة الثالثة بتشهد فيها البطاقة. تعال أقول لك عمل فيها إيه. راح للاعب تعامل معاه بكل لطف وبكل هدوء وحذره. صحيح. ده يوريك الفرق في التعامل. بالزبط. انت كحكم مفترض بتتعامل مع اللاعبين يا اسامه يا فارس جميع اللاعبين معامله واحده، سياسه واحده. الا لو انت النهارده بتتعامل مع بتوع اتحاد العاصمه نفس التعامل المفترض طبقا للقانون والقانون التاج تتعامل، توفر يعني توفر بيئه امنه للعيب الاهلي. بره لعيب الاهلي مفيش امانه يا كابتن. انت النهارده لما انا اشعر كحكم من اول خمس دقائق ان انا لو انا اعترضت هاخد بطاقه، طب انا هلعب ازاي؟ يعني انت كنت عامل لود كبير جدا جدا بادائك ادائك اللي هو افسد المباراه على لاعبي الاهلي. هو حد يقول لي ان الاداء ما اثرش؟ لا الاداء اثر طبيعي. وزي ما قلت دليل على كلام يا كابتن حسام، ركله الجزاء لاتحاد العاصمه كانت واضحه جدا. كان قريب جدا جدا، انا بس هوريك المستوى المتدني. هذه ركله الجزاء الواضحه وضوح الشمس. حضرتك ما خدتش قرار باحتسابها، ده دليل على ان قدرتك الفنيه ضعيف قليله جدا جدا جدا. الفار استدعاك رحت على مضض وانت مش مقتنع وانت خايف ترجع بقرار معاكس للفار، حسبت المخالفه على الرغم تعبيراتك وانت بتشوف الحاله، كلنا شفنا انت مش مقتنع بالحاله بالزبط. ولكن انت احتسبت الحاله نتيجه الضغوط. هي نفس الحاله دي يا اسامه يا فارس، والله مش مجامل، نفس الحاله بنفس المعيار حدثت مع كهرباء بالظبط. طب حضرتك يعني انت ما حسبتش، طب الفار لما جاب حضرتك في لعبه اتحاد العاصمه وحسبتك، طب الفار ما جابكش ليه؟ فار حتى الفار حاطين محكمه او حكمه ما عندهاش خبرات، يعني هذه المباراه يا كابتن حط فيها حكم فار كبير. صحيح. الكاف سابها للتجربه، خضع للتجربه طول التجربه. مباراه كانت غريبه يا كابتن فارس، تحكيم كان سبب، ما حدش يقول لي ان اداء لعب يا جماعه نفس الاداء لعب الاهلي وعن التحكيم. هو المطلوب ايه يا كابتن؟ مطلوب ان لعيب الاهلي النهارده يخشوا بحمل وبلود التحكيم. يعني انا مطلوب مني ان انا النهارده كلاعب اركز في اللعب ولا اركز في التحكيم؟ صحيح. ولا اعمل ايه بالظبط؟ كتير من الماتشات يا اسامه يا فارس، واحنا قلنا قبل كده كان النادي الاهلي بيكسب المنافس وبيكسب التحكيم ده كمان. ده حقيقي كتير جدا كتير. بس مش كل مباراه انا النهارده هعمل لود على اللعيبه وانا احط من ضمن الخطط بقى موضوع التحكيم، ده ما بيحصلش في اي مباراه يا كابتن. كابتن ناصر، يعني حضرتك برضو قلت ان لعبه اتحاد العاصمه ركله الجزاء صحيحه، الاهلي كان يستحق ركله جزاء لصالح كهربا برضو، عشان الناس اكيد كلها سمعت حضرتك في الاستوديو، بس برضو يعني مشاهدي خط احمر يبقوا اكيد عندهم تساؤل، طب هدف كهربا الملغي حضرتك تقول لهم برضو رايك فيه بحيث كل حالات التحكيم في المباراه يكون الجمهور الاهلي سمعها تاني من خلال خط احمر. طيب كابتن فارس، احنا بنتكلم على الهدف الملغي، واحنا قلنا امتى حارس المرمى يكون مسيطر على الكره؟ نمره واحد لما بيكون هو الكره بايد، يعني هو لمسها بايده او حط عليها ايده، او الكره ما بين ايده والارض سطح الارض. هنا لما بيحط حارس المرمى الكره على ايديه هنا بيبقى في استحواذ او في سيطره من الحارس. هنا طبقا للماده 12 لا يجوز للمنافس ان هو يلعب الكره طالما حارس المرمى عنده سيطره على الكره. مجرد ان هو حاطط ايده على الكره انا ما ينفعش المنافس هنا يركل الكره من رجل الحارس. ومع ذلك اقول لك على مفاجاه. اتفضل. انت عاوز تقول لي ان هو شاف التفاصيل دي؟ انا شك. يعني صح. انا كحكم بقى اهو صح عشان صح. تقول يا كابتن مين اللي وصل يا اسامه؟ مين اللي وصل؟ صحيح. هل الحارس حط الاول ولا كهربه حط الكره الاول ولا سجل؟ صدقني هو انت بتتكلم في جزء من ثانيه، هو ما شافش تفصيل، ولكن هو يعني هو محضر القرار مؤهل نفسيا وراح لاغي. ده دليل على ان الراجل انا بقول لك اتحدى ان هو يشوف تفاصيل. صحيح فعلا. ان الحارس حط ايديه الاول ولا كهربا وسط الكره الاول. صحيح. دي من ضمن الحاجات الفنيه اللي كتير من الناس مش هيعرفها ومش هيفهمها. ده حقيقي. ولكن انا كحكم بقول لك اهو تفاصيل اللعبه دي صعبه ان هو يشوفها، ولكن فوجئنا بالصفاره بتاع. وانا بقول لك اهو هذه الحاله من الحالات الصعبه، حتى الكاميرا للاسف يعني لما جت تصوير الحاله ما بينتش مين الاول اللي لعب. صحيح. او مين اللي حط ايديه الاول، كانت السيطره ولا تسديده كهرباء. طبقا للقانون احنا بنقول طالما الحارس كان في سيطره على الكره بايديه ما ينفعش ان المنافس يتنافس عليها او يلعب. اكيد.